يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، واجعلنا راضين من الرزق والعيش بما قسمت لنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم واجعلهم في جوار نبيك صلى الله عليه وسلم. رب ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اهد أولادنا وأصلحهم وأنبتهم نباتا حسنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم تقبل من حجاج بيتك حجهم، ومن المضحين ضحاياهم. اللهم كما جمع فاجمع جميع أفراد هذه الأمة على كتابك وسنة نبيك، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل عام، والنصر على أعدائهم، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا رميعا واسعا طبقا نافعا غير ضار، عاجلا غير راكز، تملأ به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتها. اللهم إنا نسألك لأهل هذه المقابر الرحمة والمغفرة. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، ولقهم برحمتك رضاك، وقهم فتنة الخلق.